بسم الله، معكم عمر سليم من مانجير. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على برنامج أوتوديسك فيوجن 360. أوتوديسك من الشركات العملاقة في المجال الهندسي، هي اللي عملت الأوتوكاد وهي اللي بتطور في الريفيت وفي ال 3 دي ماكس والمايا والإنفنتور وبرامج كتير جدا في المجال الهندسي ومجال التشييد والبناء. البرنامج الفيوجن هو برنامج كاد وكان في نفس الوقت، فبتقدر تعمل حاجات كتيرة جدا كاد 3D، وبتقدر تعمل حاجات كام زي مثلا حاجات بالشكل دوت، بحيث ان انت تتأكد ان هي لما تطبع على 3D برينتر هل هي فعلا هتشتغل مع بعض، ولا بعد ما تطبعها هتلاقي فيها مشاكل. ممكن ترسم اي شكل وتعمل له سيموليشن تتأكد ان هو شغال معاك كويس ومش هيحصل اي تعرضات. بيعمل برضو هياكل للسيارات، هياكل للطيارات بجودة عالية جدا، لدرجة إن فيه مسابقات عالمية بتبقى متخصصة بالبرنامج دوت. تقدر تعمل بيها مثلا شكل تصميم جديد للسيارة، زي مثلا موقع اسمه F1 in Schools Formula. تمام، ده الموقع دوت بتصمم انت حاجة بالفيجوال 360 وبتدخل بيها المسابقة وشوف هل التصميم بتاعك فعلا هيبقى كويس ولا لا. تمام، البرنامج من البرامج الواحد بتنبأ لها بمستقبل كويس جدا. وكمان لو انت شغال بالريفت مثلا، تقدر تربط بين الفيوجن والريفت بواسطة الداينامو، بحيث اي تعديل تعمله يتعدل اوتوماتيك في قلب الريفت. يعني مجرد ان انا اعدل الشكل في الفيوجن، لان التعديل فيه سهل جدا وبسيط، والواجهة بتاعته سهلة وبسيطة برضه، فيها ادوات كويسة جدا في التعديل. طيب دلوقتي انا بدأت اقتنع بيه، عايز احمله. ده الموقع اوتوديسك فيوجن 360. ادخل جوجل اكتب اوتوديسك فيوجن 360، هتدخل تقول ساين ان بالحساب بتاعك، ممكن تقول له تعمل حساب طالب وتروح محمل نسخة تقعد معاك 3 سنين. هقول له هنا داونلود فري ترايل بحيث ينزل لي نسخة تجريبية، وتكتب الايميل بتاعك وتقول له داونلود فري، هيبدأ يحمل لي البرنامج. هو بيحمل ملف تنصيب، ملف مجرد بس مساحته 8 ميجا ونص. أول ما تدوس عليها بيبدأ يحمل بقية الملفات. البرنامج كله مساحته 700 ميجا. تمام، فهي مساحة صغيرة مش كبيرة. ماشي، طيب تعال نشوف الواجهة بتاعت البرنامج. دي الواجهة بتاعت البرنامج. تعال نلغي الشكل دوت، أقول له ديليت. ماشي، زي ما شايف واجهة سهلة وبسيطة، ومجرد بس ايه ان انت الاكسات موجودة اهيت. هنا هتلاقي جيتنج ستارت، بيقول لي ايه، بيقول لي إيه انت ايه الوحدات اللي انت عايز تشتغل بيها. عايز تشتغل بالمليمتر، بالسنتي، بالمتر، بالانش، بالفيت، بيشوف ايه الوحدات المناسبة ليك. التصفح، انت متعود تستخدم انهي زراير في ان انت تعمل زوم وبان واوربت، فحسب البرنامج اللي انت متعود عليه. تمام، كل برنامج طبعا اللي كان ليه اختصارات، فتختار ان الاختصارات المناسبة ليك. هنا الهلب، في بعض الدروس التعليمية سهلة جدا وبسيطة. تمام، طيب دي واجهة البرنامج. هنا ممكن تلاقي كذا برنامج مفتوح، كذا تاب مفتوح، بحيث ممكن تتحمل وتشتغل على كذا برنامج. تمام، على كذا مشروع. كلمة اوتوماتيك تيم معناها ان هو اونلاين، يعني المشروع اللي انت بتشتغل عليه ده اونلاين، ممكن واحد تاني يفتحه في نفس الوقت ويعدل عليه. تمام، او ان انت تكمل شغل على جهاز تاني، ممكن يكون مثلا عندك جهاز ويندوز وجهاز ماكنتوش، او الاتنين ويندوز، واحد في البيت واحد في الشغل، فتقدر تكمل شغل في اي مكان معاك اللابتوب بتاعك او اي جهاز صاحبك. بتدخل على حسابك على الاوتوديسك وتبدا تشتغل عادي. طيب خلينا نبدا نرسم حاجه بسيطه عشان نبدا نتصفح البرنامج. لما اجي هنا الاقي هنا عندي حاجه اسمها كرييت، هقول له انا عايز ارسم مثلا بوكس او سلندر. لما اجي هنا على سلندر بلاقي فيه سهم لفوق ده اسمه اد تو تول بار، اول ما بدوس عليه بيظهر لي السلندر فوق، بحيث ان انا ما اقعدش ادخل في القايمه، لا ما دام في امر مستخدمه كتير اطلعه هنا فوق. هقول له مثلا خلينا نرسم مثلا بوكس اهوت. دي بيقول عايز ترسم على ايه، يعني القاعده بتاعتك عايز ترسمها فين، على الاكس والواي ولا الواي والزد ولا ايه بالظبط.
بتختار انهي جزء اللي عايز ترسم عليه. فهنرسم مثلا هنا، وهبدأ ارسم القاعدة بتاعتي، وبسحب الماوس بالطريقة ديت. ماشي، ممكن تسحب وتدوس، يعني اخترت نقطة واخترت نقطة تانية، وبعد كده ببدأ احدد الارتفاع، يا اما ان انا احرك الماوس مع السهم دوت، يا اما ان انا اكتب القيمة هنا، يا اما ان انا اكتبها في القائمة اللي ظهرت لي الخاصة بأوامر البوكس. تمام، يعني ممكن اكتبه هنا او هنا، او ان انا احرك السهم هنا. تمام، اقول له كنسل وابدا ارسمه تاني، اختار ارسم على انه جزء وابدا اسحب. ماشي، ممكن ابدا اكتب طول العرض، اكتب مثلا 200 وادوس تاب عشان اكتب الناحيه التانيه، واقول له 250. تمام، واروح داس انتر. وبعد كده الارتفاع هقول له مثلا خليها 150. كده رسم لي الشكل دوت، المكعب دوت. خلينا نرسم سلندر. سلندر بيقول عايز ترسم هنا ولا هنا ولا هنا، ولا عايز ترسم على احد اسطح المكعب. اقول له ماشي، خلينا نرسم على السطح دوت. بيقول عايز ترسم في جزء، اقول له مثلا ارسم سلندر هنا، وابدا احدد القطر بتاعها، وبعد كده بحدد الارتفاع. بلاقي عندي اختيارات هنا، ايه الاختيارات؟ الديامتر قد ايه، ممكن تعدله برضو تاني، الارتفاع قد ايه، الاوبريشن عايز تعمل جوين، يعني تخلي الاثنين نفس الكتلة او نفس المجسم، ولا قط هتقطع جزء من تاني، ولا انستراكت يعني جزء مشترك هو بس اللي بقى موجود، ولا نيو بادي تعمل شكل جديد، ولا نيو كومبوننت. كومبوننت بيضم الاشكال المتشابهة مع بعض، بحيث ان انا لما اجي اعمل سيموليشن او اجي اعمل حركة اشوف هتتفاعل مع الاشكال التانية ازاي. تمام، خلينا دلوقتي نقول له نيو بادي، وهنبدأ نطبق كل واحدة من الحاجات دي بعد كده، بس نجرب بس ايه نظر سريع للواجهة بتاعت البرنامج. تمام، بلاقي هنا عندي حاجة اسمها براوزر، بتبدأ تظهر أي حاجة أنا برسمها بتبدأ تظهر هنا. هنا بيقول لي مثلا أنا عندي في جسم بادي 2 بادي 3، وعندي هنا أقدر أخفي أي واحد فيهم وأظهر تاني، مفيش مشكلة أهوت بالشكل دوت. ممكن تظهر الأوريجن اللي هي الأشكال ديت، تبقى ظاهرة معايا على طول. تمام، فهنا ببدأ أتحكم، ممكن أي شكل فيهم أجي هنا أدوس رايت كليك، وأبدأ أقول مثلا عايز أعمل له ديليت، عايز أعمل ألغيه، عايز أسيفه أس تي إل بحيث إن أنا أبعته يتبع، الأبيرنس عايز أتحكم فيها، الماتيريال عايز أغيرها. مثلا أنت مش لاقيه فبتقول له فايند إن ويندو، أنا عايز أشوفه تعمل عليه زوم كده بحيث إن أنا أشوفه. تمام، فدي مهمة جدا بتاعت البراوزر ديت. تمام، اكيد طبعا يعني مش هحط حاجه مش مهمه. ماشي، المكعب ده طبعا معروف، اي حد اشتغل على برامج اوتوديسك زي الريفيت او الاوتوكاد هيلاقي المكعب دوت. بقول له مثلا عايز اشتغل على التوب، او عايز اشتغل على الليفت رايت زي ما انا عايز. تمام، ممكن تدوس رايت كليك وتقول انا عايز اشتغل اورثو او برسبكتيف، بتبدا تختار ايه الانسب ليك. ماشي، طيب هنا برضو التاب، لو انت شغال على كذا مشروع تبدأ تتنقل بينهم لو انت عايز. ممكن تقول له انا عايز نيو ديزاين، تبدأ تعمل تصميم جديد. ماشي، الشريط اللي تحت ده عبارة عن ايه؟ ان انا كل شكل برسمه او بعدل فيه الخطوات بتاعتي بتبدأ تظهر هنا. تمام، يعني انا دلوقتي مثلا رسمت سلندر فظهرت هنا، رسمت المكعب في الاول ظهر هنا، ممكن بسهولة جدا احرك اقول بس انا عايز حد هنا مش عايز الباقي. تمام، طيب لو انا كنت راسم كذا حاجه، تمام رسمت 30 حاجه وعايز اعدل في اول واحده فيهم عادي خالص، اي حاجه عايز اعدل فيها مش لازم بالترتيب، اجي هنا واقول له انا عايز اعدل في الشكل دوت، وتقول له مثلا انا عايز شوف انت ايه اللي عايز تعدله، عايز تعمل رينيم ديليت، تعدل في بعض الخصائص، ما فيش اي مشكله خالص. اي شكل عايز تعدل فيه هتيجي هنا وتقول له انا عايز اعدل فيه، ما فيش اي مشكله. تمام، اديت فيوتشر، وتبدا تعدل في الخصائص بتاعته، يعني ممكن تعدل في الهاي مثلا تخليها 200. تمام، بشكل دوت. فدي من ضمن المزايا، وكل خطوه فيهم بتاخد شكل العمليه نفسها، فبيبقى سهل تتعرف انهي جزء اللي انت عايز تدخل تعدل فيه. تمام، طيب هو هنا العادي بتاع البرنامج ان الارتفاع هو الواي، فلو انت عايز تعدل الموضوع دوت بتيجي هنا بتختار الاسم بتاعك بريفرنس الخصائص او الاوبشن، بتلاقي هنا
اللغة بتاعتك، هو هنا مديني انجليزي وياباني وتشاينا، فحسب بقى لغتك الأصلية ايه. جرافيك درايفر، هل انت شغال بدايركس 11 ولا اوت سيلكت ولا 9 زي ما انت عايز، تمام. شو تول تايبس، يعني اول ما تقرب من اي زرار يبدأ يديك ملحوظات ولا لأ، خليها شغالة معاك، تمام. شو كوماند برومبت، بحيث لو في اي يعني مثلا جيت تنفذ امر فيبدا يديك شويه ملحوظات، يقول لك مثلا دوس كنترول عشان تختار حاجه تانية، فخلي الحاجات دي شغاله معاك، تمام، بحيث ان هو يبدا يديك ملحوظات ويبدا يتفاعل معاك، تمام. هندي اللي احنا عايزينها ديفولت موديلنج اورينتيشن، تمام. هي الاصل كان الواي، خليها زد لو انت عايزها واي زي ما انت عايزها، مفيش مشكله، بس هي بس الموضوع تعود. الاي بي اي دي ايه، لغتك البرمجه المفضله بالنسبه لك، هل هي البايثون لغه الثعبان ولا جافا سكريبت ولا سي بلس بلس، تمام. لو انت عايز تعمل سكريبت سريع او ادنس، اداه الضف هنا. الديزاين دي بعض الخصائص اللي احنا هنتعرض ليها بعد كده ان شاء الله، كل ما نحتاج حاجه هندخل هنا هتلاقي الماتيريال، الجرافيكس، السيموليشن، الحاجات دي كلها، تمام. اقول له اوكي وارجع للواجهه بتاعت البرنامج، تمام. نيجي هنا نلاقي ده الاوربت، هل انت عايز فري اوربت تتحرك كده براحتك خالص، تمام، ولا عايز تبقى فيه قيد معين عليك، تمام، بالشكل دوت. طيب لوك ات، تمام، ممكن كنت تحدد جزء فهو يعمل لك لوك عليه، تمام. ممكن تكون مثلا بعيد شوية أو كده، تحدد الجزء تقول له لوك ات، فيبدأ يجيبه لك بحيث تشوف عليه بان، تبدأ تتحرك كده، تمام. تبدأ تعمل تقرب وتبعد بالشكل دوت. هنا تقدر تعمل زوم ويندو لأي جزء بالشكل دوت. مجرد بس أدوات مساعدة في الرؤية، مش أكثر ولا أقل، وغالبا هتلاقيك اتصدمت معاه في أي برنامج، لو اشتغلت أوتوكاد أو اشتغلت 3 دي ماكس، حتى لو مش خدتش خالص الحاجات كلها سهلة إن شاء الله. ديسبلاي سيتنج، هل أنت عايزها شادد بالشكل دوت، ولا عايزها شادد مع هيدن ايدج، الحدود تبقى فيها شكل هيدنج، الحاجات اللي ورا يعني، شايف الخط دوت ده اللي قدام، فظهر كله خط مستقيم، الخطوط اللي هي المفروض ان انت ما تشوفهاش بتبدا تظهر هيدن شويه، تمام. ولا شيدد ويز فيجوال ايدج اونلي، الاجزاء اللي هي المفروض تظهر بس هي اللي تظهر معايا، ولا عايز اوير فريم بالشكل دوت، تمام، حسب شكل الرؤيه اللي انت عايزه، تمام. خلينا نرجع للشيدد احسن، حسب اللي انت عايز. ممكن تلاقي مثلا عايز تعمل سيلكت الجزء مخفي، فبتختار اوير فريم عشان تعرف تعمل سيلكت براحتك. عايز مثلا دارك سكاي، سما تكون سودا بالشكل دوت زي ما انت عايز، ازواق ولا جراي، ولا خليها مفتحة شوية، تمام. الافكت عايز مثلا الانفيرومنت دوم بشكل القبة، تمام. لو احنا مثلا عملنا كده وبعدنا شوية هتلاقي في شكل قبة حوالين الشكل بتاعنا، تمام. الجراوند بلان، الجراوند شادو لو انت عايز الظل يظهر ما يظهرش، عايز الجراوند يبقى فيه ريفليكشن ولا لا، اوبجكت شادو، تمام. ممكن تكون في حاجات انت محتاجها بس مش محتاجها دلوقتي فتشيلها على اساس ما تقلقش الجهاز. انت عايز ايه اللي يظهر معاك دلوقتي، الحاجات الجوينت تظهر، الاوريجن اكسس، الاوريجن بلان، الكاميرا عايز اي نوع من انواع الكاميرا، تمام. ممكن تخش على الفول سكرين بحيث ان انت ما تبقاش شايف حاجه غير مساحه العمل ديت، تمام. هاجي هنا على اللي انت عايز تشوف اللاي اوت جريد ولا مش عايز تشوفها، عايز يبقى فيه سناب ولا لا، تمام. جريد سيتنج دي بقى لو انت عايز مالتيبل فيو، هيبدا يعني يظهر لك 4 فيوهات زي موجود في 3 دي ماكس، وكل فيو تقدر تخلي مثلا ده الفرونت، لا ده الهوم زي ما انت عايز، تمام، او ترجع للشكل العادي بتاعنا اللي هو بيبقى فيه فيو واحد، تمام. دي حاجه كلها بتسهل عليك التحكم في الشكل، ممكن تكون بترسم حاجه مع هدف عايز تشوفها من كذا اتجاه، تمام، فهي مش اجباري، مجرد بس امكانيه موجوده ليك. طيب
تعال نبدأ نشوف هنا ده الموديل. ممكن تدخل في الموديل دي هتلاقي الحاجات دي كلها خاصة بالموديل. تمام، هتقول مثلا باتش، هيبدأ يجيب لك الحاجات الخاصة بالباتش، زي مثلا إن أنت ترسم حاجات بتبقى مفرغة من جوه. تمام، دي حاجات خاصة بالرندر، لما تيجي تبدأ تخش رندر. تمام، فهتلاقي البرنامج فيه إمكانيات كتيرة جدا، وفي نفس الوقت مش متوهك، لا هو منظمة. تمام، بتحدد عايز انيميشن، لو انت هتعمل انيميشن فيبدأ يدخلك في جزء خاص بالانيميشن، لو سيموليشن الحاجات الخاصة بالكام. خلينا في الموديل الأول. تمام، هنا لو انت عايز ترسم حاجة ثنائية الأبعاد، تمام، بمعنى عايز ترسم مثلا لاين اهوت، بيقول لك اختار الصفحة أو المسطح اللي هترسم عليه. أقول له مثلا عايز أرسم دوت أو على الإكس والواي دوت، زي ما أنت عايز. هو بيبدأ يظبط لي الشكل بتاعي بحيث أبدأ أرسم. تمام، كأن قدامك ورقة معينة بترسم عليها، فأقول له هبدأ أرسم أهو من هنا لهنا. تمام، أنا ممكن أرسم عشوائي أو إن أنا أدوس بس كده. تمام، أو ممكن أكتب الحاجة اللي أنا عايزها. هنا هو مديها لي عن طريق ايه؟ ان انا اكتب المسافه، اقول له مثلا خليها لي 300. تمام؟ كده انا ربطت الشكل بتاعي بان هو هيبقى 300. بس الزاويه ايه؟ براحتي. ممكن اروح داش تاب واقول له انا عايز زاويه مثلا 50. تمام؟ كده بقى 350. تمام؟ بس 350 ممكن بقى في الاتجاه ده او في الاتجاه ده زي ما انا عايز. تمام؟ كده 300، الطول 300 والزاوية 50، من الناحية دي للناحية دي للناحية دي زي ما عايز. ماشي، ممكن لو أنا دوست مرة تانية بيبدأ يرسم لي خط، لو أنا دوست وسحبت بيخليها لي زاوية، يعني لو دوست وسحبت بيبدأ يعملها لي أرك بالشكل دوت، لو دوست مرة والتانية بيبدأ يرسم لي أرك. طيب إيه السكتش باليت اللي بدأ يظهر لي دوت؟ دي بعض الحاجات اللي بتسهل عليا، زي مثلا لوك ات بيبدا يعمل لي زوم على الجزء اللي انا شغال عليه. سكتش جريد، عايز تظهر الجريد ولا لا، عايز تعمل شو بروفايل، شو اند بوينت، اخر نقطه تبدا تشوفها. تمام، بحيث ان انت تقدر تقفل الشكل اللي انت عايز. وبعد كده في حاجه اسمها كونسترين. كونسترين يعني ايه؟ يعني بيربط عنصرين ببعض، يعني مثلا في ممكن عنصر وعنصر الاثنين هيبقوا متوازيين مع بعض، او الاثنين ده عمود على دوت. تمام، مثلا ممكن اقول له ايه ده، وانا برسم كده ده بقى عمود على ده، على عمود على الشكل اللي فوق، فمهما حصل هيحافظوا على العلاقه ديت، او ممكن الاثنين متوازيين. تعالى نرسم خطين كده جداد، مثلا خط اهوت، وهرسم خط تاني واقول له ان ده موازي ده اهو. ممكن اقول له خلي ده بارل لدوت. تمام، فالاثنين بقى متوازيين، مهما حصل هيحافظ على العلاقه ديت، مهما حاولت تتغير هي العلاقه دي هي اساسي بالنسبه له. تمام، بقى في كده علاقه بينهم. ممكن العلاقه دي تكون مثلا ان هما الاثنين متوازيين، او الاثنين عمودين على بعض، او الاثنين لهم نفس المركز، او الاثنين لهم نفس الشكل. يعني خلينا نرسم مثلا دايره سيركل، ونرسم دايره ثانيه الشكل دوت. ممكن تقول ده مثلا ايه، انا عايز الجريد ديت بديت. تمام، يبقى هما الاثنين مع بعض في نفس المركز. ممكن حاجة تانية تقول له انا عايز الاثنين يبقوا الاثنين نفس ال الديامتر او نفس الخواصات بتاعتهم. تمام، يعني بتدي بعض الخصائص تربطهم ببعض، تربط بعض العناصر ببعض. هنشوف الموضوع ده ان شاء الله طول ما احنا شغالين. طيب تعالى نشوف كده سريعا بعض الحاجات. بتلاقي مثلا لو انت عايز ترسم ريكتانجل بيبدا يديك بعض الخصائص، يعني مثلا هترسم بمعلوميه نقطتين، او معلوميه 3 نقط، او بمعلوميه السنتر بتاع الريكتانجل. طيب التو بوينت ازاي؟ ترسم اول نقطه والنقطه المقابله ليها. تمام، هو اوتوماتيك بيقول لك ان ده موازي لدوت. تمام، طيب هقول له طب معلومية 3 نقط، أول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، بالشكل دوت. نعم، وتقدر تكتب على طول هنا لو أنت عايز. كل دوت هقول له ستوب سكتش، يبقى أنا كده خلصت
رسم حاجات اللي هي ثنائيه الابعاد بتاعتي، تمام؟ هتفيدني في ايه بعد كده؟ هتفيدني ان انا ممكن اروح قايل له من اول موديفاي انا عايز اعمل له مثلا بريس بول، او كنا بنسميها اللي هي موضوع باسك او اكسترود، ان انا بديله البعد الثالث، يعني ممكن اي شكل يكون معقد صعب ان انت ترسمه بوكس او سلندر، ترسم اللي انت عايزه وتديله بعد ثالث وتبدا تعدل فيه بسهوله. حاجه بالشكل دوت اهو، تمام؟ وتقدر تشوف الخصائص بتاعتها، زي مثلا الارتفاع هيبقى قد ايه، التاور انجل مثلا خليها 15، تمام؟ بالشكل دوت تلاقي في ميل من الناحيه دي، حاجه بالشكل دوت، تمام؟ ماشي. يعني ان شاء الله هنبدا ناخد الاشكال دي مع بعض، وكلها سهله وبسيطه ما فيهاش اي مشاكل خالص، تمام؟ هنا كرييت الحاجات الثلاثيه الابعاد، وبيبدا يديني بعض الخصائص فيها، تمام؟ زي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض، يعني مثلا امر اكسترود، ريفولف، سويب، لوفت، هنشوف ان شاء الله الامر دي مع بعض. اول موديفاي ان انا ابدا اعدل على الحاجه، اعمل لها سكيل، اعمل لها كومبايند، اعمل لها فيلت، اعمل لها درافت، تمام؟ اسمبلي بيبدا يديني بعض الخصائص، ان انا اربط بين عنصرين مع بعض بحيث يبقى في حركه بينهم، او في مثلا حاجه بتتحرك على محور حاجات تانية هنشوفها برضو مع بعض. هنا ببدا احدد السطح اللي انا هشتغل عليه ايه، يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز السطح دوت هو اللي هشتغل عليه، عايز بين السطحين دول اعمل لي سطح جديد هبدا اشتغل عليه. كل دي خصائص بحدد انهي سطح اللي هشتغل عليه. انسبكت بيبدا يديني مثلا احدد اقيس حاجه معينه، تمام؟ يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز اعرف الارتفاع بتاع ده قد ايه، او المسافه، او ان انا اعمل سيموليشن، او ان انا اعمل انالايز للحاجه، تمام؟ هنا لو انت عايز تدخل مثلا ملف صوره او دي اس اف او اس في جي، كل الحاجات دي من انسيرت، تمام؟ هنا ميك لو انت عايز تعمل 3 دي برينتر. هنا ادنس بضيف ادوات جديده، تمام؟ ممكن اجي هنا ادخل على الموقع بتاع فيوجن 360 اب ستور، او ان انا ادخل على طول على abbs.autodesk.com واكتب انا عايز الفيوجن 360، بتلاقي ادوات تقريبا كلها فري، وحتى اللي مش فري بتلاقي مثلا بدولار 2 دولار، يعني حاجات رخيصه وكلها فيها امكانيات حلوه وحاجات كويسه جدا، تمام؟ بيديني بعض الامكانيات الرهيبه اللي مش موجوده في البرنامج، يعني ممكن هو حاجه مثلا يقول لي احولها لك على طول، سيفها لك ريفت مثلا، او ان انا اغير لك الاسامي بسهوله، او ان انا اتعامل لك مع جوجل ايرث، يعني في بعض الادوات الظريفه والطريفه بتخليك تتعامل مع بقيه البرامج او بتديك اضافه للبرنامج، تمام؟ ممكن اجي هنا اقول له سيكريتس اند ادنس، تمام؟ ده هنا بيديني ان انا اشغل اي سيكريت انا عايزه، هو بيبقى جاي معاه شويه سيكريت، او ممكن تقول له كرييت وتبدا تبرمج انت اي سيكريت انت عايزه بلغه السي بلس بلس او البايثون او الجافا سيكريت، تمام؟ او اقول له ادنس وابدا افعل اي ادنس، ممكن اي ادنس من هنا تدوس عليها وتقول له رن، فيبدا يظهر عندي ادوات جديده هنا، تمام؟ بيقول لي هيبدا يظهر معاك بعد شويه، تمام؟ فدي موضوع الادس. هنا السيلكت ممكن ابدا احدد السيلكت كده بالشكل دوت، حتى هنا هتلاقي ان انا حددت، ممكن احدد هنا ادوس كنترول وابدا احدد اي شركه اللي عايزها، او ممكن اقول له ويندو احدد عن طريق الويندو، او عن طريق الفري ببدا ارسم بشكل فري، هو حسب ما يلمس ايه الاشكال اللي هيلمسها او تقع كلها داخله، يعني ممكن اعمل كده على الجزء دوت، تمام؟ فحدد هو الاشكال ديت، او بنت سيلكشن بتبدا تحرك الشكل بتاعك، الحاجات اللي هيلمسها هو اللي هيعملها سيلكت، تمام؟ فدي اوامر كلها للسيلكت. هنا سيلكت فلتر بقول له انا مثلا انا عايز بس احدد الحاجات اللي هي ايه الدايمنشن، بس لو في دايمنشن مثلا هشيل علامه واقول له مثلا انا عايز الدايمنشن بس، او مثلا انا عايز جوينت بس، تبدا تحدد ايه الحاجات اللي انت عايز تعمل لها سيلكشن، تمام؟ اقول له سيلكت اول، كده انا حددت كل حاجه، اي حاجه هتيجي معايا في طريقي هيعملها سيلكت،
تمام، ارجع للويند سيلكت اللي احنا متعودين عليه. ماشي، ممكن لما اخلص شغل اقول له سيف وابدا سيف الشغل بتاعي. تمام، بتسيف انت على الكلاود، بتختار المشروع اللي انت عايز تسيف فيه. تمام، ممكن تعمل مشروع جديد زي ما انت عايز، فولدر جديد، تعمل بروجكت جديد او فولدر جديد، تسمى اسم انت عايزه. ماشي، ممكن هنا تيجي تقول له انا عايز تصميم جديد، انا عايز اعمل اكسبورت للشغل بتاعي، وتختار عايز تسيفه اف 3 دي ارشيف ولا سات ولا اس ام تي ولا ستيب زي ما انت عايز. طيب لو انا عايز احمل حاجه موجوده على النت، هتيجي هنا هتلاقي جاليري دوت اوتو ديسك. تمام، جاليري دوت اوتو ديسك هتلاقي في بعض المشاريع الكويسه اللي تقدر تحملها وتشوفها اتعملت ازاي، زي مثلا دوت دي اظن مكنه حلاقه. هتقول له انا عايز احمل الملف دوت، هقول له اوبن افتح لي الملف دوت، واقول له افتح لي المشروع دوت. الملف ده حملته، ممكن تروح قايل له برنت، يعني عجبك الشكل وعايز تطبعه وتروح طبعه على طول لو شكل شايف ان هو يستاهل ان هو يتبع. تمام، اهو الشكل اهوت، وهتلاقي هنا ده شريط الاوامر، ممكن تقول له انا عايز اخر كام خطوه كده مش عايز اشوفهم، فهو يبدا يخفيها، تقول له الحاجات ديت. تمام، بحيث تبدا تشوف هو كان شغال ازاي، الفكر بتاعه ازاي، وتبدا تعدل عليه زي ما انت عايز. تمام، اي واحده فيهم ممكن تدخل وتقول له ده انا عايز اعدل ايديت فيوتشر، وتبدا تقول له انا عايز اعدل الحاجات ديت، ده لو انت عايز تستعد. تمام، دي كانت نظرة سريعة على الأدوات اللي في البرنامج.